الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي أعان ووفق لأداء هذه الصلاة العظيمة المشهودة في بيت من بيوته سبحانه وتعالى ومع جماعة المسلمين وفي وقتها، فهذه من أجل النعم. فإذا أنعم الله عليك وكنت من المحافظين على هذه العبادة التي ضيعها كثير من الناس، هذه العبادة التي هي الفارق والصفة التي تميز المؤمن الصادق من المنافق، هذه الصلاة من حافظ عليها فهي أعظم غنيمة، كما في الحديث الذي يصححه الإمام الألباني رحمه الله. وكم لهذه الصلاة يا عباد الله من فضائل ومزايا لمن حافظ عليها وأداها في وقتها وبشروطها وأركانها، وهكذا بقية الصلوات. ومن أعظم فضائل هذه العبادة العظيمة أنها من أسباب حفظ الله عز وجل للعبد. من حافظ على هذه الصلاة حفظه الله، كما في الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وقد جاء في حديث نعيم بن همار عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفيك آخرة. حمل هذا الحديث جمع من المحققين أن المراد بذلك صلاة الفجر مع ركعتي السنة، ومن العلماء من قال هذه صلاة الإشراق مع الضحى، ومن حافظ على صلاة الفجر مع سنتها ثم بقي يذكر الله في مكانه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهي كحجة وعمرة تامة تامة، كما في الحديث المعلوم. وإن زاد على ذلك أربعا فهذا فضل عظيم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. فطلبة العلم وهكذا سائر المسلمين بحاجة إلى الحفاظ على هذه الصلاة وعلى اغتنام الوقت الذي بعدها، فهذا الوقت بركة وخير لا ينبغي أن يضيعه المسلم، حتى صاحب الدنيا الذي يعمل ويشتغل لا ينبغي أن ينام بعد صلاة الفجر، فهذا نوم حسرة ونوم ضياع. وقد كان السلف رحمهم الله يحرصون على هذا الوقت العظيم، لا يضيعونه في النوم ولا فيما لا يعود بالنفع. فقد جاء عن جمع من أهل العلم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر فجاء بعد الفجر ولم يناموا في الليل يبقون يتذاكروا بعض المسائل والعلم إلى أن تطلع الشمس، حرصا على هذا الوقت العظيم، وذلك لأن هذا الوقت بركة. ففي الحديث المتواتر وجاء عن صخر الغامدي عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فيا أيها الشاب ويا طالب العلم ويا أخي المسلم، لا تضيع هذا الوقت في النوم، الشيطان يأتي بأحلى النوم في هذا الوقت، وأن الإنسان ربما لا يجد ألذ من هذا الوقت في النوم. لا، هذا الوقت وقت عظيم، اقنع نفسك. الإمام ابن باز رحمه الله قال: ما نمت بعد الفجر منذ عقلت، ما نمت بعد الفجر منذ عقلت. انظر يا طالب العلم، يا أيها الشاب المبارك، هكذا العلماء يحافظون على أوقاتهم وعلى الأوقات المباركة، فهذا الوقت وقت حفظ ووقت جد ومراجعة وأذكار وعبادة لله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم، أيها الشاب، سل نفسك ماذا تريد، ماذا تتمنى من طلبك للعلم؟ هذا السؤال وهذه الأمنية، لماذا تطلب العلم؟ وما هي أمنيتك أن تكون في هذا العلم؟ إن هذه النية لابد أن يحافظ عليها طالب العلم والمسلم، لأن الله جل وعلا
يجازي العبد على نيته، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فما هي نيتك؟ وما هي أمنيتك؟ ماذا تتمنى؟ أخرج ابن سعد وهكذا أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع عند البيت أربعة. قال بعض أهل العلم: هؤلاء من الشباب، أيها الشاب انتبه النوم، أيها الشاب اجتمع أربعة عند البيت. وقال بعضهم: لعل هؤلاء من الصغار من الشباب. من هؤلاء الأربعة؟ عروة بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، وعبد الله بن عمر. فقال بعضهم لبعض: تمنوا، ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل؟ ما هي أمنيتك؟ ما هو طموحك؟ ما هو نظرك إلى المستقبل؟ قال عروة بن الزبير، قال عبد الله بن عمر: أتمنى الجنة. وعمل لذلك، فجد واجتهد واعتزل الدنيا وابتعد عنها، وكان من الزهاد العباد ومن العلماء، قال العلماء: فيرجى له أنه قد نال ما تمنى. قال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أتعلم ويؤخذ عني العلم ويرحل إلي العلماء. هؤلاء في الشباب. قال مصعب بن الزبير: أما أنا فأريد أن أتولى العراقين البصرة والكوفة، وأتزوج بامرأتين، سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، كانت من أجمل النساء. قال عبد الملك بن مروان: وأنا أريد أن أكون أمير المؤمنين. اعملوا وجدوا واجتهدوا، والله فاعل ما يريد سبحانه وتعالى، ابذل السبب. فهؤلاء عروة بذل وسعى وجد واجتهد وسار من العلماء، ولقب بالمصحف لقوة حفظه، والصابر المحتسب لصبره، وذلك بما نال من العلم ورحل إليه العلماء وأخذ عنه العلم. وهكذا مصعب بن الزبير تولى العراقين، وهكذا تزوج بهاتين المرأتين، وقد كانتا تزوجتا قبله ثم طلقتا، فتزوجهما مصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان نال الخلافة. إذن ما هي نيتك؟ ما هي أمنيتك؟ لابد أن تكون الهمة عالية، فصاحب الهمة ولو في أمر الدنيا يصل إليها بإذن الله عز وجل إذا صدق مع الله وسأل الله ذلك. وإذا نويت النية الحسنة الطيبة أعطاك الله الأجر والثواب وإن لم تصل إلى هذه المرتبة. فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل نيته وهمته، بل تكون همتك عالية. بل ذكروا عن الإمام الوادع رحمه الله أنه سأل ذات يوم فقال: من يتمنى أن يكون كالألباني؟ فرفع مجموعة من الطلاب فقال: همتك هابطة. فرفع آخر وقال: أريد أن أكون أعلم من الألباني. قال: نعم أنت أنت. بمعنى أن الإنسان لا تكون همته تحت ودون، بل في العلو، ويريد أن يكون من السابقين من الحفاظ من العلماء، يتمنى النوايا النيات الطيبة. أخرج ابن سعد في الطبقات بسند حسن عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اجتمع مع مجموعة في دار فقال لهم: تمنوا تمنوا. فقال رجل: أتمنى أن هذه الدار مملوءة بالذهب أنفقها في سبيل الله وأتصدق. وقال آخر: أتمنى أن هذه الدار مملوءة زبرجد وجوهر من أجل أن أنفقها في سبيل الله وأتصدق. قال عمر: أما أنا فأتمنى أن هذه الدار مملوءة رجال، رجال علم وصدق، رجال مثل معاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. انظروا يا عباد الله النية الطيبة. إذن انوي خيرا، تمنى خيرا، وإن كان التمني عند بعض أهل اللغة أنه طلب المستحيل أو ما فيه عسر،
إلا أنه قد جاء في بعض المعاجم ويشهد لهذا هذه الآثار أنه طلب المحبوب. فالتمني النية الطيبة التي ليست بالأماني، سأحفظ، سأكون عالم وهو نائم، سأكون من العباد الزهاد وهو لم يدخل هذا الباب، لا، إنما نية ويتبعها العمل. وأختم بقصة المنصور ابن أبي عامر، ذكرها جمع من المؤرخين، ومن أراد الوقوف عليها بأسلوب شيق وطيب، وهي قصة عظيمة وطويلة مطولة، ذكرها شيخنا الكريم محمد ابن عبد الله باموسى في كتابه القيم الحياة فرص. هذا الكتاب الذي أنصح إخواني والشباب والجميع بقراءته وتكرار ذلك، ففيه من العظات والعبر والقصص والفوائد والدرر الشيء الكثير، من ذلك همة وقصة المنصور بن أبي عامر. قال الشيخ باموسى: قصة عجيبة وغريبة، خلاصتها يا عباد الله أن هذا المنصور بن أبي عامر المعافري من تعز كان في الأندلس، وكان له أصحاب، وكانوا فقراء، وكانوا يشتغلون في الحمل، في حمل البضائع للناس على الحمر. فذات يوم والرجل يحس من نفسه نية طيبة ومقصد حسن أن يكون واليا وأن يكون ممن ينصر الله به الإسلام، فقال لأصحابه: أنا أريد أن أملك الأندلس. هو فقير ويرعى ويحمل على الحمير، فضحك منه الناس وخصوصا هؤلاء الذين معه، قالوا: أنت ترى أننا على الحمير وتريد تملك الأندلس؟ فقال: ماذا تريدون مني لو وصلت إلى هذه المكانة؟ قال أحدهم لعمه وهكذا صديق له: أنا أريد أن توليني على السوق. والآخر قال: أن تجعلني قاضيا. والآخر: أن تملئي البيت أو الدار وتعطيني قصرا مملوء بالعبيد والإماء. والآخر قال: إذا وصلت إلى هذا، وهذا مستبعد جدا، قال: فاستدعني وائتني بحمار وأركبني على الحمار واجعل وجهي إلى الخلف إلى مؤخرة الحمار، ثم أمر بي أن يطاف بي في الأندلس في شوارع الأندلس، وصب علي العسل من أجل أن تجتمع الذباب والحشرات علي، ونادي: انظروا إلى الكذاب، يعني أنت ما تتمناه كذب وبعيد، أنت على الحمار وأنت في هذه الحالة وتريد أن تملك الأندلس، قرطبة وغرناطة ومدن عظيمة وجزر كبيرة. ولكن وما كان عطاء ربك محظورا. الرجل سعى فيما يريد، وهكذا طالب العلم، إذا أردت أمرا عظيما فاسلك الأسباب واستعن بالله ولا تعجز. فسلك ما يستطيع أن يصل إليه به، فترقى قليلا فقليلا فقليلا، حتى وصل إلى أن سار من كتاب الملك. ثم في قصة طويلة كيف وصل إلى الملك، راجعها في المصدر المذكور. سار ملكا، ملك الأندلس، بعد سنوات طويلة استدعى أصحابه الذين يعني حصل بينهم الكلام، فجاء بالأول: تذكر يوم قلت كذا وقلت كذا؟ قال: نعم. ماذا تريد؟ قال: ما طلبتك. أعطى الأول والثاني، الثالث جاء صاحب الحمار، صاحب الهمة الهابطة الذي كان يستحقره ونحو ذلك. قال: ها، تذكر ما قلت كذا، قلت لي كذا وأنا قلت كذا؟ قال: نعم، وكما يقال عفى الله عما سلف. قال: لا، أما أنا فقد عاهدت الله إن وصلت إلى هذا المكان لأعطين كل واحد منكم مسألته، فضل كبل الحمار. فحصل أن طيف به في الأندلس وعمل له ما طلب، وسار هذا الإمام والملك المنصور بن أبي عامر من الملوك الصالحين، وخاض مع النصارى أكثر من 50 معركة، ومنهم من يقول 80 معركة لم يغلب ويهزم في واحدة منها، وكانت أوروبا تخاف منه، وإذا سمعت به يحصل لها ما يحصل من الفزع والقلق.
النية الطيبة العزيمة، اطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الأكرم، اقرأ وربك الأكرم يعطيك سبحانه وتعالى. لا تستصعب الحفظ ولا المسائل، وهكذا لا تستصعب أي شيء من العلم، فالله جل وعلا بيده كل خير، اسأل ذلك منه وابذل الأسباب وأخلص لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طلب العلم وعلى نيله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأشكر للمشايخ ولشيخنا العلامة عبد العزيز البراعي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي جهوده، وهكذا المشايخ في هذه الدار كالشيخ الحبيب الكريم الشيخ حسين الشراعي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ الواعظ الكريم عبد الواسع وسائر المشايخ والإخوان. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يبارك فيكم جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.